تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالتعاون مع أو بالشراكة مع مستشفى الزهراء. طبعا أصوات شنط وأصوات هذا اليوم ما سمعنا ولا كحة لنا الحين، أي ما كحت صح؟ تقول لي ميثة استوت زينة إن شاء الله إن شاء الله دوم زينة. عموما هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وأيضا تشاركني التقديم دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. واليوم أيضا يعني ما نتكلم على موضوع مهم جدا، وذلك بمعية الدكتورة حنان علي مبارك طبيب استشاري رئيس شعبة الأمراض الحادة والمزمنة في هيئة الصحة في دبي. صباح إن شاء الله بالخير دكتورة. بالخير إن شاء الله. وأيضا كل التحية للإخوان في الكنترول شيمة تناك في التنسيق، وأيضا مخرجتنا ميثة بنبيات. واليوم ميثة طلبت منا أن نحط اثنين فايزين، فما نختار اثنين فايزين على سؤال الحلقة اليوم. السؤال يقول متى يبدأ إطعام الطفل الحليب الطازج والبيض الكامل والعسل؟ هل بعد 6 شهور من الولادة، أم 7 شهور من الولادة، أم بعد سنة؟ اللي يبغي يعرف الإجابة المعلومة موجودة في تطبيق طفلي، هذا التطبيق اللي يقدم معلومات كثيرة عن الأطفال وأيضا عن الحوامل دكتورة كذلك. نعم. صح؟ ويبدأ من الحمل لعمر سنتين. لعمر سنتين، فاللي يبغي يعرف الإجابة ممكن ينزل هذا التطبيق، وأيضا نحن متواصلين على مدار هذا الشهر إن شاء الله ما نأخذ مجموعة أسئلة من التطبيقات اللي توفرها هيئة الصحة. أيضا ما ننتقل إلى يعني بعض الأخبار اللي ممكن نحن نأخذها في بداية هذه الحلقة. شوربة العدس أفضل مصادر البروتين منخفضة الدهون. يقول العدس من الأكلات الشعبية لدى كثير من الشعوب العربية، وذلك لطعمه الشهي وفوائده الغذائية وانخفاض ثمنه، وإضافة إلى سهولة تحضيره. وبحسب خبراء التغذية، ما أدري إذا الدكتورة معاهم ولا لا، فإن العدس من أفضل مصادر البروتين منخفضة الدهون، ومن الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف، وتناوله بشكل يومي يقوي الجسم ويحسن الصحة. ويعتبر العدس من أفضل مصادر البروتين الخالي من الكوليسترول الضار الموجود باللحوم الحمراء، ومن ثم يقلل من خطر الوفاة الناتجة عن الإصابة بأمراض السرطان والقلب، كما أنه غني بالألياف التي تساعد على الهضم بشكل صحي وتمنع الإمساك وتحد من خطر الإصابة بسرطان القولون. أيضا العدس دكتور يقول يحمي القلب لأنه يحتوي على كميات كبيرة من حمض الفوليك والمغنيسيوم الذي يحافظ على صحة القلب ويعمل على حماية الشرايين ويمنع الإصابة بأمراض القلب ويحسن تدفق الدم في الجسم. ويقول خبراء التغذية أن كوبا من شوربة العدس على الإفطار في رمضان يمد الجسم بما يحتاج إليه من الحديد ويقلل خطر الإصابة بفقر الدم ونقص الانتباه. شو تعليقك؟ أتفق على ما سبق بكل حذافيره، وإضافة بضيف عليه شغلتين.
بالنسبة ل يمنع فقر الدم وخصوصا والحديد بإضافة الليمون عليه مثل ما تكلمنا، لأنه هو الحديد هو جدا عالي بالحديد ولكن امتصاص صفر، وعشان أفعل الامتصاص وأمنع فقر الدم وأزيد نسبة الحديد أجيب الليمون أقطع بنفس اللحظة اللي بشرب فيها الشوربة أعصر وأشرب، وبالتالي أنا أخذت الاحتياج بالحديد. هاي واحد. اثنين، بالنسبة لأنه العدس هو يعتبر من في بروتين وفي نسبة كربوهيدرات بسيطة، لما أنا أخذه مثلا على سبيل المثال الشوربة وأحط عليها الخبز من فوق، أنا عملت الكومبينيشن هاي أو الاختلاط هذا اللي موجود أدى إلى أنه يفعل عمل الأنسولين في الجسم، لأنه نسبة مؤشر السكر اللي فيه جدا واطية ومنخفضة، وشغلته أنه على الدم لما بيدخل في الجسم بيشتغل مثل الموج الخفيف الناعم، فبيدخل الأنسولين وبكون الإفراز جميل وبيحسسك بالشبع، وبالتالي أنا بنصح بالسحور مش شوربة عدس لو بقدر أخذ مجدرة أو بأخذ أطباق أخرى تحتوي على العدس. جميل. الآن دكتورة يعني منتقل لموضوع آخر، حيث جاء في تقرير الكلية الملكية للأطباء في لندن أن تدخين السجائر في العصر الحديث يسبب من الوفيات ما كانت تسببه أشد الأوبئة خطرا في العصور السابقة. طيب، يقول التدخين إفساد لصحة الإنسان وسبب لإصابته بالعديد من الأمراض والمضاعفات الصحية، إذ يحتوي دخان السيجارة على أكثر من 4000 نوع من المواد الكيميائية الضارة، منها بالطبع مسببات السرطان، بالإضافة إلى مواد سامة أخرى مثل أول أكسيد الكربون والفحم والزرنيخ والرصاص. والله يبعدنا عنه والحمد لله. آمين يا رب. بعيدين عنه. آمين يا رب. طيب، ف يعني أبغى أتكلم عن هذا الموضوع مع الدكتورة حنان علي مبارك رئيس شعبة الأمراض الحادة والمزمنة، لكن بتناول أنا موضوع التدخين الآن في رمضان. طبعا أولا نقول كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك عليكم وعلى كل المستمعين. طبعا التدخين مثل ما أنت ذكرت يؤثر على صحة الفرد والمجتمع بشكل عام. طبعا والتدخين طبعا نحن حين في شهر رمضان المبارك، ويعتبر هاي فرصة ذهبية للمدخنين للإقلاع عن التدخين، لأن الفترة اللي نحن نصوم فيها في شهر رمضان عبارة عن 14-15 ساعة، ونحن نحتاج حساس أن نحن نقلع عن التدخين 8 ساعات يوميا، ونحن قاعدين نصوم مضاعف عن الوقت. فحين نحن اللي قاعدين نسويه في رمضان هو العلاج بنفسه. هذا هو العلاج، يحتاج نضيف عليه النية والعزيمة. صح، نحتاج نضيف عليه. فإذا الاثنين توفروا في نفس الوقت، العزيمة أن نحن نقلع عن التدخين، في نفس الوقت نحن أردي على العلاج نفسه، لأنه هو الانقطاع الفترات الطويلة عن التدخين، فهذا يحقق الإقلاع عن التدخين بشكل نهائي. وأنا أنصح كل المدخنين أنهم يغتنمون هذه الفرصة وأنهم يستمرون على نفس المنهجية إلين بعد رمضان، فهذا الشيء جدا راح يساعدهم. طبعا في البداية هم راح يحسون ببعض الأعراض وبعض التعب، طبعا هذا شيء متوقع، لأن مثل ما نعرف أن التدخين فيها مواد، من ضمنها مادة النيكوتين ومن ضمنها المواد السامة اللي موجودة. فطبعا مادة النيكوتين تعتبر من المواد التي تؤدي إلى الإدمان، فهذه المادة عندما تنقص الشخص راح يحس بأعراض الانسحاب، وأعراض الانسحاب من ضمنها الصداع، التوتر، عدم الراحة، عدم القدرة على النوم، الإحساس بالجفاف، فهذا الشيء كله رح يحسه في هذه الفترة، فهذا الشيء متوقع. وهذه الأعراض مع الفترة مع الوقت رح تقل ورح تزول، يعني مجرد أنه يتحمل هاي الفترة وبعدها خلاص يعني ما رح يحس فيها. طبعا هو خلال فترة الصيام هذا رح يحس بالرغبات، أنه هذه الفترة أنا أريد أخذ السيجارة، يعني خاصة أنها مرتبطة بسلوك الشخص، أنها
إدمان وسلوك، فهي مرتبطة بسلوك الشخص. فسلوكه يقول مثلا هذا الوقت مثلا على الصبح أو مثلا على الظهر هو متعود بعد الغداء ياخذ سيجارة، فشو يسوي في هذه اللحظة؟ يحاول يشغل نفسه بأي شيء ممكن، لأن هاي الرغبة عبارة عن ثواني، إذا قدر يتغلب على هذه الثواني بسلوكيات معينة تروح منه هذا الرغبة، فما رح يتعب. يشغل إيده بأي شيء، يعني يشغل إيده مثلا بالكمبيوتر بالموبايل، يشغل نفسه بالقراءة، يعمل رياضة مثلا، طبعا الرياضة في رمضان نحن ننصح فيه، يعني يسوي أي شيء هذه الرغبة يمتروح خلاص، يعني الأعراض كلها تخف وراح يقدر يكمل اليوم. الشيء الثاني في رمضان اللي السلوك الخاطئ اللي يعملوه كل المدخنين، أول ما يفطرون على طول راح يجيبوا علبة السجاير وواحد اثنين وثلاث ساعات يفطرون على السجاير ويفطرون عليها، طبعا هذا الشيء جدا خطير للصحة، لأن نسبة النيكوتين ونسبة أول أكسيد الكربون ترتفع بشكل هائل في فترة قصيرة، صح، والشخص يكون صايم يعني توه بيفطر، فتي الدوخة هذه اللي ممكن اسمها فييد الدوخة، يعني بيحس بالدوخة، بيحس أحيانا ضربات قلبه جدا تسارع، ضغط ممكن يرتفع بشكل مفاجئ. أنا هالأسبوع توه هالأسبوع شفت مريض في العيادة في الثلاثينات من العمر، ما عنده أي مشاكل صحية، لا عنده ضغط ولا عنده سكري ولا عنده أي شيء، مجرد أنه مدخن. إجاني تعرف بشو؟ إجاني بنزيف عينه. تخيل. ليش؟ لأن التدخين يؤثر على الأوعية الدموية الموجودة في الجسم بشكل عام، بكل أعضاء الجسم، يعني مو بس القلب، نحن نقول نوبات قلبية وستروك أو جلطات دماغية أو سرطانات، هالأشياء بعد الأشياء البسيطة مثل الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة في الجسم كله، لأن الأكسجين ما يوصل هالأعضاء، فيوم ما يوصل الأكسجين هالأعضاء تتأثر هالأعضاء، يكون في نقص تروية، فاللي يستوي أنه أحيانا هالشعيرات الدموية تتفجر، يعني لهالدرجة توصل يعني، لا فجاي بنزيف في عينه، تخيل. فأنا أقول له أنت ما عندك أي شيء إلا أنك مدخن، تخيل. جميل. جميل. نحن يبغون نعيد عليهم سؤال الحلقة اليوم دكتورة، متى يبدأ إطعام الطفل الحليب الطازج والبيض الكامل والعسل في أي عمر؟ يعني هل بعد 6 شهور من الولادة، 7 شهور من الولادة، أم بعد سنة؟ اللي يبغي يعرف الإجابة ممكن ينزل تطبيق طفلي، وهذا التطبيق اللي بتحصلون فيه إجابات معظم أسئلتنا، هو والتطبيقات الأخرى اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي، تطبيق طفلي جدا، تطبيق مميز أنصحكم فيه لأن فيه الكثير من المعلومات. عموما اللي يبغي يفوز معانا بلوح ذكي مقدم من إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي، يرسل اسمه مع الإجابة السليمة على رقم 4006، وأيضا اللي يبغي يتواصل معانا ممكن يتصل على رقم 600551414. دكتورة وفا بعطيك المجال بعد الفاصل، خلينا نطلع هذا الفاصل القصير ونرجع لكم مستمعين الكرام وأيضا مع الدكتورة وفا والدكتورة حنان، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، أسعد الله وأوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. مستمعينا الكرام، ذكركم بسؤال حلقتنا اليوم، وعندنا 2 فائزين، 2 من اختار 2 في نهاية الحلقة. السؤال يقول: متى يبدأ إطعام الطفل الحليب الطازج والبيض الكامل والعسل؟ هل بعد 6 شهور أو 7 شهور ولا بعد سنة؟ ويعني شوية وما نحذف خيار من يعني يا إجابات، في إجابات خاطئة بعد كذلك، يعني نسبة لا يستهان فيها إجابات خاطئة، فما نحذف بعد شوية خيار واحد. زين، اليوم نحن نتحدث وفتحنا ملف التدخين مع الدكتورة حنان مبارك، حنان علي مبارك، رئيس شعبة الأمراض الحادة والمزمنة. قبل فاصل كنا نتحدث عن التدخين، وحددنا حقيقة الموضوع أنه
التدخين في شهر رمضان يعني بقاء المدخن ساعات طويلة بدون تدخين، هذا مثل ما ذكرت الدكتورة دليل واضح على أن الإنسان يمتلك من القدرة وقوة الإرادة ما يمكنه من التغلب على إدمان هذه العادة المدمرة لصحته. دكتورة قلتي لي حابة أسألها، لما كانت تتكلم دكتورة حنان أنه يحتاج الشخص 8 ساعات على أنه يترك، عدم خلينا نقول استمرارية إنه هو خلص بلش، وهذا خطوة جيدة ومرق في نقول الصداع اللي تكلمتي عنه وتعدى هاي المرحلة، لما بيرجع بيكون هذا شيء شخصي وعناد بذاته، يعني لأنه الحجة غير موجودة، صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب إيش ممكن نقولهم يعني المصممين على ضرر أنفسهم بهاي الطريقة؟ شو ممكن نوجههم على الأقل للحفاظ على صحتهم؟ طبعا الأكيد الحل الأول إنه يترك، لكن في حلول أخرى حتى لا يؤذي. طبعا نحن نعتبر التدخين يأثر على الصحة العامة، صحة الفرد وصحة المجتمع اللي حواليه، يعني طبعا اللي حواليه أحيانا يكونون نساء أحيانا يكونون أطفال، فالتدخين هذا يؤثر على المجتمع كله، حتى كبار السن، حتى كبار السن يؤثر عليهم صحيا، يؤثر عليهم نفسيا، صحيح، معنويا، حتى اقتصاديا، صحيح، لهالدرجة. فطبعا نحن يكون المداخن مسؤولية كاملة على هالأشياء كلها، فنحن صراحة ننصحه أولا مثل ما ذكرتي أنه يقلع، ثانيا أنه ما يدخن بوجود هذه الأطفال أو بوجود الناس، يطلع برا، يطلع بالأماكن المفتوحة، ما يضر غيره، يعني ما يضر غيره. ممكن طبعا إذا كان صيام وإذا أفطر ما يعني ما يفطر على طول على الدخان، على السيجارة، على الشيشة، يعني whatever المود اللي هو ياخده، ممكن يبدأ بالأكل أول، يعني يحاول قدر الإمكان إنه ما ياخذ كميات هائلة في وقت قصير. مثل ما أنا ذكرت أنه يرتفع الضغط عنده بشكل مفاجئ، يرتفع يعني ضربات قلبه بشكل مفاجئ، ممكن يتعرض لنوبات قلبية بشكل مفاجئ، فيحاول أنه يقلل العدد ويكون عدد أقل من الأعداد اللي هو متعود عليها، لأن في النهاية نحن محتاجين أنه يكون صحته سليمة وصحة الحوالي. واحد من أطباء السرطان يقول دكتورة مضى على معالجتي السرطان 25 سنة وجميع من زارني من المصابين بسرطان الحنجرة كانوا مدخنين. طبعا أكيد، لأن جميع أنواع السرطانات ممكن تكون سببها التدخين. طبعا سرطان الرئة، سرطان الرئة لحاله 90% من سرطان الرئة سببها التدخين. لهالدرجة عندك يعني التدخين يؤدي إلى سرطان في كل أنواع، لأنه بيعمل على أجهزة الخلايا، بيطلع الشوائب بالجذور الحرة وبالتالي تؤثر على الخلايا الجيدة وتفعل الخلايا السيئة، طبعا وبصير سهولة الهجوم على الخلايا الجيدة وتفاعل تنزل السرطان. مناعة الجسم تنزل. في عندنا واحد من الأصدقاء في الإذاعة ترك التدخين 3 سنوات والحين رجع بحجة أنه يبغي ينزل وزنه. طبعا النيكوتين من المواد اللي تقلل الوزن، يعني هذا شيء علمي، بس بعد إذا الواحد أقلع عن التدخين زيادة الوزن مو بزيادة كبيرة، عبارة عن 5 إلى 6 كيلوغرامات، فهذا الوزن ممكن التحكم فيه عن طريق ممارسة الرياضة، عن طريق التوازن الغذائي، عن طريق التغذية، فنحن ما نخلي هاي حجة أنه نحن نرجع للتدخين عشان ننقص الوزن. يزيد وزني 3 كيلو 4 كيلو ولا أدمر والفكرة في نقصان الوزن محمود بتكون نتيجة أنه هو لما بيدخن بينسى الأكل. هاي واحد. اثنين، يعمل النيكوتين على تحريك شغلة بنسميها احنا نقطة الثبات، أنه الجسم ما عم ينزل، فلما بياخد النيكوتين بيساعد على تحريك هاي النقطة فبينزل الوزن، لكن الأساس إنه ما عم بيأكل لأنه ملتهي فيها. صحيح. فهاي الأساس يعني الإضافة دكتورة وفاء. خلوني أخذ بس مداخلة. بس أكمل. حاسة الطعم والشم تقل
عند المدخنين صح. فما يحسون بطعم الأشياء صحيح. ما يحسون بروح ريحتها عشان شي ما يأكلوا. أبو مصعب السلام عليكم. يا هلا يا هلا تفضل يا سيدي. أخي محمود كيف الحال؟ الله يسعدك مبارك عليكم شاريك وعلى دكتورة حنان والدكتورة مي دكتورة وفاء دكتورة وفاء قصدي مي مي اليوم مي ولا يهمك يا شكلها مي اليوم كلكم بركة ومشكورين على البرنامج الطيب الله يحفظكم الله يحفظ. أنا عندي مشاركة بخصوص التدخين يعني بحكم أنا كنت مدخن وتركت الحين طول 15 سنة ما شاء الله يعطيك العافية وإن شاء الله على طول إن شاء الله. والسبب الرئيسي في ترك التدخين البيئة. الواحد بس يغير البيئة ويسهل عليه كل يعني الـ الإرادة والنية ويقدر يعني يترك بكل سهولة ولكن للأسف إذا ما ترك البيئة اللي فيها التدخين لو ترك شهر شهرين سنة سنتين خمس سنوات يرجع يا دكتورة حنان. طبعا أكيد. ممكن تكلمنا عن البيئة اللي أنت كنت فيها؟ والله أنا كنت يعني بيئة شباب يعني وكلهم مدخنين وأنا كنت لاعب كورة لاعب في النادي فكان مأذني التدخين بحكم أنا كنت أعتمد فيه على السرعة التدخين كان لعوزني جدا ولكن أترك شهر شهرين ثلاث ولكن حوالي وأشوفهم وكذا تأتينا رغبة مرة ثانية فأرجع مرة ثانية وهكذا يمكن لمدة 10 سنوات وأنا أترك وأرجع أترك وأرجع ولكن يوم غيرت البيئة بالتزامي ممكن يعني التزمت بفضل من الله سبحانه وتعالى فيوم غيرت البيئة والله حتى ما يجي بالي حتى ما تركته بالتدريج مرة واحدة مرة واحدة من آخر ولكن أنا غيرت البيئة مشيت ناس زينين ما يدخنون لو أمشي دام الناس يطوفوا بعد يعني يدخنون لو ألف واحد يدخن دامي ولا ما ولا يفضالي جزاك الله خير يا أبو مصعب الله يحفظك يا أخي محمود حبيب هاي المشاركة بالعكس أسعدتنا يا سيدي طبعا البيئة جدا مهم لأن معظم الشباب يبدون يدخنون بسبب أصدقائهم يعني نحن حسب الدراسات اللي سويناها أن السبب الرئيسي بالتجربة بالنسبة للشباب والأصدقاء فهذه البيئة جدا مهم مثل ما ذكر الأخ أن وجوده في بيئة مدخنة يمنعه من الإقلاع عن التدخين فنحن دائما ننصح الناس اللي موجودين في هذه البيئة أن يغيرون البيئة بعضهم يقولون لا صعب هذه لأصدقائي كيف أغيرهم فيعني احنا نبغي نقول لهم شيء واحد اذا كان صديقك بيحبك بيحب لك الخير بيحب ان يكون صحتك زينه فعلى الاقل يحترم انك انت راح تقلع عن التدخين وما يدخن امامك اي بالضبط بس ما يترك اصحابه على ايوه ما يترك اصحابه انا ما قلت يترك اصحابك بس انه يحترم قرارك صحيح يحترم قرارك يطلع من المكان انت تكون موجود يدخن خارج المكان ما يدخن قدامك زي يعني الزوج دكتوره زي الاخ زي الاخت زي اي حدا بيدخن لازم يحترم نحن نسمي هذا التدخين السلبي يعني حتى صحيح. لو هو حاول واقلع وجوده في هذه البيئه راح يعرضه للتدخين السلبي جميع الامراض جميع الاعراض اللي ممكن يتعرض لك حال المدخن العادي طيب نحن ما نتكلم عن الأعراض وعن النتائج المترتبة على التدخين يعني هم كلهم عارفين شو هي النتائج بس نحن ما نتكلم ما نتكلم عنها في رمضان كيف ممكن تسبب في تدهور صحة المدخن لأن الانقطاع الطويل عن التدخين مثل الانقطاع الطويل عن الطعام والشرب له آثار يعني قد تكون سلبية في بعض الأحيان نتيجة سلوكيات معينة صحيح. الآن هو مثل ما ذكرت دكتورة وفاء مدخن نحن ما نقدر نسوي له شيء ما يفكر يترك لأن قرار ترك التدخين أو الإقلاع عن التدخين هو قرار يعتمد في الأساس على الشخص نفسه بس بنطلع فاصل قبل الفاصل خلونا نذكر بالسؤال حلقتنا اليوم وقلنا مناخذ اثنين فايزين معانا في هذه الحلقة السؤال يقول متى يبدأ طعام الطفل الحليب الطازج والبيض الكامل والعسل هل بعد 7 شهور ولا بعد سنة شلنا إجابة واحدة عندكم الخيارات أو الخيارين كل يوم محمود كريم يسهل عليهم أحيانا بيكون الجواب كتير واضح وبتجيك إجابة زي 100 سنة أي حطيت مثلا يعني صراحة كانت كانوا يجاوبون 100 سنة عموما طفل
اللي يبغي يعرف الإجابة ممكن من خلال تطبيق طفلي يحصل الإجابة. فاصل وما نرجع لكم بإذن الله. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. مستمعينا نذكركم بسؤال الحلقة، عندنا تقريبا ربع ساعة إلى ما نجري السحب على هذا السؤال أو ما نجري، بيتم اختيار اثنين فائزين. متى يبدأ إطعام الطفل الحليب الطازج والبيض الكامل والعسل؟ هل بعد 7 شهور ولا بعد سنة؟ ممكن ترسلون لنا الإجابة على الرقم 4006، وأيضا اللي حاب يتداخل حول موضوع الحلقة اليوم ممكن يتصل على الرقم 600551414 ونرجع لموضوع التدخين والإقلاع التام عن التدخين، يعني فرصة تزداد في رمضان، حيث يعني يكتسب المدخن خلال شهر رمضان فوائد عظيمة بسبب امتناعه عن السجائر لفترات طويلة، أهمها ترويض النفس للامتناع نهائيا عن التدخين، أيضا إضافة إلى تنظيف الجهاز التنفسي والتخلص من أول أكسيد الكربون العالق فيه، كذلك معدل ضربات القلب وضغط الدم يعودان إلى حالتهما الطبيعية، وخلال أيام قليلة تتحسن لدى المدخن حاسة الشم والتذوق. مثل ما ذكرتي دكتورة أن هذه الحاستين هم اللي يتأثرون، فعشان تشيل واحد ما يستشعر الطعام بشكل كبير. دكتورة وافة، يقولون في بعض الفواكه مفيدة للمدخنين أو تقلل من نسب النيكوتين في الجسم، ما أدري، أنا سمعت على الفراولة كانوا يتحدثون أن ممكن تفيد المدخنين بشكل كبير. هو إحنا أول إفادة إنهم يبطلوا تدخين لكن إحنا زي ما دائما بنقول نرفع من الفواكه أو الخضار أو المواد الطعام يعني اللي عالي في مضادات الأكسدة. ليه؟ لأنه النيكوتين أو السيجارة بتعمل على أكسدة الخلايا وبالتالي ضرر الخلايا وبالتالي بيطلع منها الجذور الحارة التي قد تؤدي إلى السرطان زي ما تفضلت الدكتورة حنان. الآن لما أنا بنحكي إحدى أقوى الفواكه الفراولة، نعم، لأنها من البريز اللي هي زي توت البري، ستروبري، بلوبري، بلاك بري، كل البريز يعني كل اللي هي اللي فيهم اللون الأحمر الغامق أو الأزرق الغامق زي التوت الأحمر، التوت البري اللي هو المدور الصغير، الرازبريز اللي زي الفراولة نفسها، كل هاي أعلى نسبة فيها من مضادات الأكسدة من الفواكه. يليها الكيوي في نسبة عالية أيضا، الأفوكادو لأنه فيها شغلتين رائعين، فيها مضادات الأكسدة وفيها الأوميجا 3 اللي أيضا تعمل على إنها تنظف الجسم من الشوائب. يليها من الخضار رقم 1 الكابسيكم، الفلفل الخضرة جدا عالية، الخضار الخضراء اللي هي السبانخ، الجرجير، كل شديدة الخضار وشديدة الحمار عالي جدا في نسبة مضادات الأكسدة. أيضا الأطعمة اللي فيها فيتامين إي، الإي اللي موجود في الأسماك والأطعمة البحرية وبالخضار زي ما حكيت الأفوكادو. الإي أصلا من رقم 1 في مضادات الأكسدة، واللي لما بتاخد على الواحد عنده نسبة نيكوتين، وإحنا دائما نقولهم افطروا على يعني على طبعا أكيد التمر، ولكن لما بدي أخذ العصير أخذ عصير زي ما نسميه ديتوكس يعني منظف، زي السلري مع التفاح الأخضر، الجزر مع البرتقال، بريز بأشكالها مع بعض كعصير، الليح، البطيخ الأحمر. هلأ ميثا بتحب البطيخ فحتى تنبسط من الموضوع. ميثا تدخن؟ لا شخص التدخين لا، هي تحب الليح بغض النظر، ما خاص التدخين أكيد لا. فطبعا هاي كلها، وفيتامين إي بيفعل عمل باقي أنواع الفيتامينات في الجسم بحيث أنه يزيد المناعة
ويقلل الأكسدة اللي موجودة شوي، يعني نص البلا نقول، مش البلا كله. طيب دكتورة شو حنان، شو عن البصل؟ البصل طبعا هلأ البصل والثوم والزنبقيات بأنواعها رقم واحد، وإحنا مخصصين حلقة بس نحكي على الثوم والبصل، وعدناهم لا لا ما عم بيطلع لنا وقت إنه نحكي. لا إن شاء الله ما نتكلم عنه، وعندنا حلقة عن القولون وحلقة عن السكر. لأنه ما بدي أقول لك، خليني أحكي لك إنه يعني لغاية 17 مرض يدخل البصل والثوم في علاجها. 17 ما شاء الله. فطبعا عال بس ما حدا حيقول لهم عصير بصل، حيكرهوني من هون لنهاية رمضان. شوربة بصل ممكن حلوة. الله من ماي فيفوريت. يعني أنا شوربة البصل طبعا، بس ما تحطوا عليها الجبنة، لأنه أنت لما تحط عليها الجبنة زدت القيمة الغذائية ومنعتك أنك تأخذ من أشياء أخرى من الطبقة الرئيسية. خذ شوربة البصل مع الخبز اللي فوق. الغنى في اولا تنعمل بطريقه كتير صحيه، يعني ما فيك ما فيها زيوت لما بتطبخيها، حتى ما فيها زيوت لاني انا بعملها دائما. اذا بدي ومصر احط الجبنه، لانه عاده لما بتخلصي بتحط عليها التشيز من فوق، خليني اخذ اللو فات تشيز القليل الدسم، يعني عشان اخفف قد ما بقدر من الدسم واخلي مساحه لي اكل من الطبق الرئيسي. لكن صدقوني حتى بدون الجبنه طعمها خرافي رائع ومفيده جدا. عم تاخذ دوز مضادات اكسده بكمية شوربة بطبق. جميل. دكتورة حنان، بالنسبة لمواعيد عمل العيادات الإقلاع عن التدخين في رمضان، هل تغيرت المواعيد ولا هي نفسها؟ تغيرت. عندنا حاليا في رمضان عيادة البرشة كل ثلاثة فترة الصباحية، وعيادة الطوار كل خميس في الفترة الصباحية. طبعا نحن فاتحينها ووكين، يعني أي حد حاب يزور العيادة يتفضل حياتنا. جميل. وهي مجانية للمواطنين؟ مجانية للمواطنين، وعندهم بطاقات صحية وعندهم تأمين مجانية. جميل. وفيها أعتقد نسبة معينة للأشخاص اللي ما عندهم، إذا حد ما عنده بطاقة صحية، وهي رسوم رمزية مثل ما ذكرتي سابقا. هذه البطاقات الإقلاع عن التدخين. جميل. كيفية التواصل معكم لأخذ، قلت أنت ووكن، بس في رمضان نحن حابين نساعد كل المدخنين صراحة. جميل. أساس أنهم في هالفترة يتعبون، فنحن نسوي لهم استشارات طبية، غير نقيم مستوى الإدمان، هل هو واطي متوسط أو عالي، خاصة الناس اللي هم مستوى إدمانهم عالي ومتوسط يتعبون كثير في هالفترة. فنحن عندنا لصقات النيكوتين متوفرة، وعندنا حبوب متوفرة بعد. اللصقة هذه تفطر ولا؟ لا ما تفطر. بدي أسأل هذا السؤال، ما تفطر؟ لا لصقات النيكوتين ما تفطر. أي لأن أعتقد حيطلع صوها اليوم كتير. لا بالعكس، يعني هو إذا بتساهم في تركه للتدخين ليش لا؟ إن شاء الله، بس ما يكون عم يأخذها فقط لهدف إنه من هون لوقت الإفطار تصير ديزاستر. لا ما أتصور دكتور، فيها جرعتين، في الجرعة 24 ساعة وفي الجرعة اللي هي 16 ساعة. أتصور هي تساهم أصلا في 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 التقليل من التدخين، بطل يفكر فيها. هي تعطيك نسب بسيطة من النيكوتين تساعدك ان هالفترات الرغبات اللي انت تحس فيها تقل بنسبة كبيرة، فما تحس بهذا الإجهاد والتعب. فهذه جرعات تعتبر جرعات علاجية، مو بأنها الجرعات نحن نزودهم بالنيكوتين، صح أنها مادة النيكوتين بس بجرعات علاجية تساعدهم أن هذه الأعراض اللي هم يحسون فيها تقلل كثير. طيب دكتورة، اللي ما يقدر يترك التدخين زين ومصر أنه يدخن، لأن قلنا قرار ترك التدخين هو شخصي، قرار شخصي في فترة الصيام يفطر. لا خلينا نتكلم في رمضان. يجون أحيانا أسئلة والله. لا يجون. نتكلم عن 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 فترة رمضان، يعني فهو تارك هذه الفترة كلها على الفطور. أنا شفت هذه الحالات قدامي، يعني في ناس كانوا يأذن يدخن. وأنا شفتها. هذه حالات موجودة في ناس. صحيح. بهذا الشكل. وأيضا قبل لا يأذن على الإمساك أو على السحور أذان الفجر تحصلين يدخن. سحر عليه. واحدة ورا سحر عليه. إيه ويدخن أكثر من سيجار ورا بعض. فهذه بعض العادات السيئة اللي المدخنين يمارسونها في رمضان. الآن شو ممكن نقولهم وشو الآثار الصحية المترتبة على مثل هذه السلوكيات؟ طبعا هذه السلوكيات جدا خطيرة، لأن ترفع نسبة أول الأكسيد بشكل عالي في فترة قصيرة، هذا غير المواد السامة اللي موجودة، غير النيكوتين. فطبعا ممكن أنهم يتعرضون لحموضة شديدة.
خلال فترة الصيام. أوكي. ممكن بعد تعرضون لقرحات في المعدة في فترة الصيام نفسها. طبعا تزيد الضغط عندهم بشكل مفاجئ. يكونون يتحسون بدوار، يعني عدم القدرة على التوازن. فنحن صراحة ما ننصحهم يعملون هالشيء، لأن نحن عارفين أن هذا عادة وهذا عبارة عن إدمان. يحاولون مهما يعني قدر الإمكان أن يقللون عدد السجائر إذا كانوا على السجائر. لا يتقمص شخصية الجمل، يعني إنه يخزن. لا ما يخزنون، لأنه ما راح يتخزن هالشيء أصلاً. ما يتخزن هالشيء، لأنه بعد 8 ساعات مثل ما ذكرت لك نسبة أول أكسيد الكربون يقل، نسبة النيكوتين بعد 2-3 ساعات تقل، فهالأشياء كلها تقل أصلاً. فهو حتى لو سوى هالشيء أو ما سوى هالشيء راح يتعرض الأعراض هذه. يعني إن هالأعراض ما راح تمنعه أنه ما يحس بأعراض الانسحاب، بالعكس هو قاعد يضر نفسه بهذا السلوك. جميل. طبعا أنا كنت حابة أضيف أشياء ثانية بالنسبة للتدخين. طبعا ضيفي دكتور الأشياء، يعني في دراسة سووها في أمريكا صراحة بجامعة كاليفورنيا، يقول لك مش بس التدخين يأثر على الصحة، يأثر على الاقتصاد نفسه، يأثر على يعني يأثر على الناحية الاقتصادية، سواء الناحية الاقتصادية للدولة للفرد أو للدولة نفسها. طب الدولة كيف؟ يعني يقول لك في هذه الدراسة أنه لو بس 10% من الناس الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية أقلعوا عن التدخين، و10% فقط قللوا من التدخين، راح يقدرون يوفرون 63 مليار دولار تكاليف الرعاية الصحية لهم. تخيلي لأي درجة. ليش؟ لأن العواقب التدخين نفسه عالي. تخيل أنت علاج السرطان كم يكلف الدولة، علاج يعني مثلا الستروك اللي هو الجلطات الدماغية القلبية كم يكلف الدولة. هذا غير الناحية الاجتماعية. يعني تخيل لو كان الشخص المعيل الوحيد للعائلة اللي هو رب الأسرة وهو مدخن وصار له لا سمح الله شلل اللي هو النزيف الدماغي، شلل، مين راح يعيل هالعائلة؟ صحيح. يعني تخيل الحالة النفسية اللي بيكون عليها العائلة نفسها. صح. يعني أنا صراحة أمس كنت أتابع البرامج الإذاعية وشفت برنامج، سمعت برنامج عن بيت الخير ويتبرعون للحالات المرضية. كانت معظم الحالات المرضية أمس اللي ناقشوها كان عبارة عن الاستروك اللي هي الجلطات، الجلطات الدماغية، النزيف الدماغ، كان الجلطات القلبية، الشلل. يعني لو رحت وشفت الحالة نفسها شو اللي أدى لهالأشياء؟ التدخين. يعني تخيل، يعني عبارة عن كارثة للعائلة نفسها. صحيح صحيح دكتورة. أيضا يعني إذا ما بنتكلم يجب أن تأتي صورة المدخن بشكل مقزز دائما في أذهان جميع أفراد المجتمع. للأسف هذه الصورة المقززة للمدخن بدأت يعني تأثر فيهم؟ لا يعني مو بالتأثر، أن بدأت تختلف هذه الصورة. في الأفلام نشوف البطل دائما حاط له سيجارة في ديه. صحيح. في المسلسلات في تشوفين يعني حتى الفنان المشهور مدخن. الشخصيات العامة هذه دائما تطلع كأن التدخين سبب في الإبداع أو سبب في مثل هذه التركيز وهذا خطأ. هذا خطأ، لأن نحن الحين حسب منظمة الصحة العالمية تحاول تعطي البوزيتيف مسج، يعني اللي هي الرسائل الإيجابية عن الأمراض. الحين نحن نبغي نركز على الناحية الإيجابية للإقلاع، فنحن الحين غيرنا أسلوبنا للتوعية نفسها. يعني نحن ما راح نركز بس شو الآثار السلبية، لا بعد راح نركز شو الآثار الإيجابية، إنه راح يتحسن الدورة الدموية، التنفس راح يتحسن، الأكسجين راح يوصل لجميع أجزاء الجسم، هذا بشكل فوري. تخيل بشكل على المدى البعيد راح يقل نسبة الجلطات الدماغية، راح تقل نسبة الجلطات القلبية، راح تقل نسبة السرطانات. يعني هذا شيء إيجابي. صحيح. بالعكس، فنحن نحاول
يعني نركز بعد على النواحي الإيجابية. طبعا هذا بالإضافة أن يعني ما شاء الله دولة الإمارات الحين في قانون لمحاربة التبغ للحد اللي هو قانون اللي أصدر في 2009 اللي هو القانون رقم 15. فهذه في قوانين الحين في الدولة تمنع من التدخين في الأماكن العامة، تمنع من شراء المدخنين اللي هم أقل من اللي هم الأطفال أقل من 18 سنة، لبيعهم لهذه الأشياء، التدخين في تمنع التدخين في المستشفيات في المراكز. أنت حين بتلاحظ أن المجتمع نفسه بدأ يعني إذا شاف حد مدخن راح يقول هذا شيء غلط، يعني صح. الثقافة نفسها بدأت تتغير، تغيرت. يعني أنا ما شاء الله الحين يوم أطلع من عيادة مد الحمر بعد الدوام، يعني دوامي إذا كان على العصر هيك، أشوف الناس يمشون في الممشى. يعني ما شاء الله مو بس الشخص نفسه، لا هو زوجته وأطفاله، هذا حلو. يعني شيء حلو جميل. أنا كنت جدا سعيدة إنه المجتمع نفسه بدأ يتغير. يعني قبل الإفطار الكل في الممشى، يعني ومن كل الجنسيات، يعني مش أهل بس شيء. يعني من كل الجنسيات موجودة والكل يمشي، معناه تغيرت ثقافة المجتمع بالنسبة للرياضة، بالنسبة للعادات الصحية. صحيح. جميل. نحن منوقف استقبال الإجابات على السؤال الحلقة. سؤال الحلقة كان يتحدث عن متى يبدأ طعام الطفل الحليب الطازج والبيض الكامل والعسل، هل هو بعد 7 شهور ولا بعد سنة؟ الإجابة الصحيحة دكتورة بعد سنة. بعد سنة لعدة أسباب صحية، منها أن الطفل جسمه والجهاز الهضمي غير مستعد ومهيئ لاستقبال البكتيريا الموجودة في العسل مثلا أو في بياض البيض، ممكن تسبب لهم حساسية. الحليب الكامل اللي هو الطازج الكامل بيعملهم حساسية، جهازهم الهضمي غير كفو انه يهضم هاي الامور بصوره صحيحه، وبسبب الاكزيما والحساسيه والربو والعديد من الامراض اللي في غنى عنها الطفل. ليش اخترنا الحليب والبيض والعسل؟ لانهم اكثر اول شيء لانه في كتير ناس وهي ممارسات خاطئه بيستخدموا العسل اللي بحطوه للطفل عشان يسكتوه وهو يبكي، وهي من ضمن اكبر الاشياء اللي تسبب تسمم في الطفل في عمر مبكر جدا، لان جهازه الهضمي زي ما حكيت محمود لسه مش جاهز لاستقبال، لان في بكتيريا البوتيوليزم اللي موجوده في العسل ما الجسم ما بيبدا يهضمها الا بعد عمر السنه عشان يكون الجهاز الهضمي متكامل اي واحد. بالنسبه لبياض البيض يميق على طول، احنا بنبدا بالصفار من الشهر الثامن على فكرة، ولكن البياض بعد السنة لسبب انه ممكن على طول يعمل حساسية البيض، وجسمه وجهازه الهضمي غير متكامل لهضم بياض البيض. الحليب كامل الدسم نفس الشيء ممكن يسبب حساسية الأبقار اللي جهازه الهضمي لسه، وانا هاي الممارسات السيدات كثيرين لسه لازالوا بيعملوها وبيمارسوها، وبنشوف عندنا بالعيادات الأطفال اللي عندهم حساسية ربو أكزيما بسبب الجهل في الممارسات التغذوية. تعطوني أسماء الفائزين شباب مرة ثانية. أنت تقولين هالكلام تدرين شو اللي هي في بالي؟ يا في بالي ماوكلي كيف عاش في الغابة و... بدنا نسأل القرد اللي رباه. طيب أول فايز معانا محمود محمد طارق، ألف مبروك. الفايز الثاني أسمى فتحي محمود، كلهم محاميد اليوم. ألف مبروك محمود. شفتي عاد ألف مبروك حق محمود محمد طارق وأسمى فتحي محمود، فازوا معنا بجهازين، يعني كل واحد جهاز لوحي ذكي مقدمة من إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي، والجائزة الكبرى هي هذه المعلومة اللي نحن نقدمها للمستمع. في ختام حلقة اليوم أتوجه بالشكر الجزيل حق الدكتورة حنان علي مبارك، طبيب استشاري رئيس شعبة الأمراض الحادة والمزمنة في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك دكتورة. وأيضا كل الشكر لي الزميلة دكتورة وفاء عايش. بالعكس شرف لنا. دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. دكتورة بس خلينا نسوي ترويج حق المنصة مالتنا في ناس. في ناس هي بس في دقيقة سامحيني ميثا. المنصة كل أسبوع طبعا فيها
يعني تحتوي على العديد من الفعاليات الرياضية والاجتماعية والتثقيفية والتوعوية. احنا منصتنا طبعت الهيئة فيها سباق للباسكليتات وفعلا هتشوفي كتير تجربة جميلة انه الواحد يمارسها. عندنا منصة فيها طبيب كل كم يوم بيجي موجودة يعطي استشارات مجانية للجمهور. وجود اختصاصيات التغذية العلاجية على مدار الحملة كاملة بالفعالية ناس من هلأ لغاية 29 شهر كل يوم موجودين مع الجمهور يعطوا حملات توعوية تغذوية على كل الأمراض. وكل أسبوع عندنا ثيم أسبوع جميل. هذا المأكولات والمشروبات الصحية. أسبوع الياشو عندكم حيكون عن الأكلات الصحية كيف تطبخ وعندنا أكل زاكي تعالوا. تمام أهم شيء أنه في أكل زاكي. طيب بدكم تيجوا صحتي. طيب عموما بتشرفونا. شاكرين لكم حسن التواصل معنا. حتى نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة. وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.